بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا لهذا اليوم في الووردبريس وهو حول إضافة الإشعارات. نلاحظ في هذا الموقع يوجد شريط علوي في اللون الأصفر، الخط في اللون الأسود، ومن ثم زر ينتقل بنا إلى رابط. هذا الرابط طبعا نحن نحددهم. طبعا كيف يتم إظهار هذا الإشعار؟ هو من خلال إضافة اسمها ووردبريس نوتيفيكيشن بار. ننتقل إلى الووردبريس، هذه هي الإضافة، نقوم بتنصيبها. ثم تفعيل الإضافة. بعد التفعيل ننتقل إلى الإعدادات، ثم نحدد الإضافة. نحدد على الخيار Enabled Yes لتفعيلها، وهنا الرسالة التي سيتم إظهارها، هذه الرسالة. وهنا اسم الزر، وهو الزر اشترك الآن. طبعا يمكن اختيار الزر والكتابة التي تناسب الموقع، مثلا لإعلان معين، مثلا لصفحة اتصل بنا، مثلا لإرسال رسالة، مثلا جديدنا، وإلى آخره. أي متطلب يناسب المستخدم ويناسب الزوار ويناسب تقنية الموقع أيضا. اسم الزر مثلا اشترك، عفوا، اشترك الآن. البوتون لينك وهو الرابط الذي سينقلنا عند الضغط على زر اشترك الآن. مثلا ننشئ صفحة جديدة ونسميها مثلا الاشتراك في الموقع، نحدد رابط ثم نضيف استمارة الاشتراك. بعد أن تم حفظ الصفحة ونشرها، نقوم بأخذ الرابط ثم لصقه في البوتون لينك. طبعا البوتون تارجت هي هدف الصفحة، هل سيتم فتح الصفحة في تبويب جديد أو لسان جديد أم في نفس الصفحة. هنا نحدد لون الخلفية للإشعار أو الإعلام. ثم نحفظ التغييرات. لاحظ بأن الإشعار الآن ظهر معنا. نذهب إلى الموقع، نحدث الصفحة، نضغط على زر اشترك الآن فينتقل بنا إلى صفحة الاشتراك في الموقع. وفي هذا قدر وكفاية، إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذه النقطة.